السلام عليكم يا البنات، كيراكم دايرين؟ لاباس ان شاء الله، كاع راكم غايه وراكم بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. الوغ اليوم ان شاء الله يا ربي جيتكم مفاجاه هايله هايله بالبزاف. يعني عندي واحد الوصفه لكم من اروع ما يكون، فيها غير الوصفات الهايله وتجمع عده وصفات. يعني لمحبي الباتيسري ننصحكم تكملوا معايا الفيديو حتى لاخر دقيقه. حبيبتي كما كتشوفوا اليوم جيتكم فيديو مشترك مع صديقتي صاحبة قناة مطبخ أم صلاح للجيريان، وهذا هي الصفحة تاع القناة تاعها كما راكم تشوفوا مكتوبة بالفرنسية مطبخ أم صلاح للجيريان. يعني قناة رائعة ومولاتها حلوجية، يعني متخصصة في كامل المواضيع، ولكن تخدم لي كاتو، تخدم باتيسري من أروع ما يكون. وهذه هي الصفحة تاعها، يعني شوفوا لي فيديو تاعها هايلين، المقروض نجح 100%، لي كاتو ناجحين 100%، سيرتو قلت لكم لي كاتو. يعني ننصحكم البنات باش تدخلوا عندها وتشوفوا واش راهي خدمه، وجبت لكم لمحه من يعني واش راهي خدمه، حلوياتها ولي تارت تاعها. يعني دايره ايضا لي ماكارون باسهل طريقه، ناجحين بزاف وسهلين. يعني دير وصفات وتفهم غايه، ومراه بالطبع والشان، وهي من العاصمه. اذا اليوم جبت لكم، هي جابت لكم هذا اللاير كيك اللي راكم تشوفوا فيه خدمته، كو ذوق الشوكولات بلي ماكارون هايل بالبزاف بالبزاف باسهل طريقه. وكما قلت لكم شرحها جد ممتاز وممتع في نفس الوقت، كي تكونوا تفرجوا عليها راح يعني تتمتعوا نتوما تفرجوا عليها في نفس الوقت، تفهمكم بيان. الوغ البنات غنخلي لكم الرابط تاع الصندوق تاع القناه تاعها عفوا في صندوق الوصف هكذا باش تدخلوا عندها، ونخلي لكم رابط الفيديو تاعها ايضا في صندوق الوصف وفي اول تعليق باش تدخلوا عندها وتعطوها رايكم في الكاتو في لاطارت ديالها اللي حضرتها لكم. وفي نفس الوقت حبيبتي انا وجدت لكم هذه الكيكه الرائعه والشهيه والسهله والاقتصاديه، اكدوا لي بزاف بزاف على سهله واقتصاديه البنات في هذا الفيديو، واش راح تلقاو هكذا، لانه الفيديو راكم كما كنت تلاحظوا يعني فيه 30 دقيقه ولكن فيه اكثر من وصفه. اول حاجه فيه لا جينواز، جينواز الميكسور اللي حصريه راح تتابعوها من عندي، وصفه حصريه. يعني اللي جامي تنجح لها لا جينواز يعني هذه الوصفه راح تهنيك من التخلاط بلا سباتيل ومن تحت من تحت للفوق، وغير بشويه عليك باش ما يطيحش البيض، ميكسي كل شيء وراح تنجحي فيها وراح تجيك باتيسري من اروع ما يكون. هذه الاولى وصفه لا جينواز بالميكسور. ثاني حاجه هي غلاساج ميغوار الكاذب، يعني غلاساج ميغوار بدون حليب مركز، بدون جيلاتين، بدون غلوكوز، بدون كامل هاد الصوالح، يعني بطريقه جد جد اقتصاديه، يعني كما قلت لكم في البدايه اقتصاديه الى ابعد الحدود. وثالث حاجه اللي راح نطرقوا ليها ثاني في هذا الفيديو هي طريقه تزيين كيك ولا اون تارت تاع عيد ميلاد باسهل الطرق وابسط المكونات اللي يكونوا عندك في البيت. الوغ بسم الله الرحمن الرحيم راح نبداو مباشره في المقادير. اذا اول حاجه جيبي طاس تاعك تاع الميكسور. بالنسبه للمقادير عندي هنا زوج حبات تاع بيض، هذا المقادير البنات تاع طبقه واحده، تبعوا معايا. عندي زوج حبات تاع بيض، عندي كاس سكر، كاس اللي يرفد 250 ولا 240 ليسونسيال، عبرو بكاس تاع ليموناد كبير، كاس تاع ليمونادا كبير عبرو به. درت زوج حبات بيض، كاس تاع السكر ممسوح، كاس غير ربع تاع زيت، وكاس مملوء تاع ماء سخون، ماء حامي جدا، ماء سخون جدا يعني. ولهنا عندي ايضا زوج كيسان فرينة ممسوحين. خلاص البنات زوج حبات بيض، كاس سكر، كاس غير ربع زيت، كاس ماء سخون، زوج كيسان فرينة، ساشي خميره كيميائيه وزن 10 غرام، لافاني، لافاني هنا البنات ضروريه، عطر الفانيليا زائد عطر الفراوله او زائد عطر اللي راكم باغين تحبوه. اذا كنتو دايرين الكيكه تاعكم بالفراوله ديروا عطر الفراوله زائد لافاني، اذا كنتو دايرينها ذوق الليمون ديروا ذوق الليمون زائد لافاني وهي رايحه. الوغ البنات في الطاس تاع الميكسور درت زوج حبات تاع البيض التوعي. اذا والبيض البنات يكون بدرجه حراره الغرفه من الافضل باش ما يهبطناش الحراره تاع الخليط تاعنا. نزيدوا عليه كاس السكر، كاس كما قلت لكم تاع ليمونات كبير، ونزيدوا كاس غير ربع تاع الزيت، نديروا كل شيء مع بعض، ونزيدوا الفانيليا، ونزيدوا عطر الفراوله. البنات انا هنا لافاني درت لافاني غبره، يعني درت لي كان عندي، وانتم ما ديروا لي كان عندكم. كما قلت لكم اذا كنتوا رايحين ديروا الكيكه تاعكم بذوق الليمون ديروا زيدوا على لافاني ذوق الليمون. اذا هنا نجيب الميكسور تاعي نحطه، لازم يكون حدايا لبغا ميكسور، وندير كاس تاع الماء سخون. كي ندير كاس تاع الماء سخون فوق الخليط يعني مباشره نجيب الميكسور تاعي، ما نطولش باش البيض ما يطيبليش هكذا، ونميكسيه مده زوج دقائق ولا ثلاثه جوست، وين نحس كي نرفد الميكسور ونعاود نحطه نحس باللي السكر ذاب، نحس باللي السكر خلاص ما بقاش.
يعني طريقة جد سهلة يا البنات وناجحة بزاف بزاف صراحة، أنا عجبتني يعني، وإن شاء الله يا ربي راح نعتمدها لأنه سهلة واقتصادية. يعني في لاجينواز زوج حبات تاع بيض، ما ديلكش يعني إن جينواز كبيرة. وهذه الطريقة عجبتني. هنا البنات بعد ما ميكسيت الخليط تاعي لمدة زوج دقائق ولا ثلاثة على حسب وين تحسوا باللي السكر خلاص ذاب، فوالا كيما قلت لكم نديروا المحامي، الميكسور يكون حذاكم باش غير ديروا المحامي تبدو تميكسو فم فم باش ما يطيب لكمش البيض تاعكم. هنايا فرغت الخليط تاعي في ان بول ولا في حاجه اللي تخدموا فيها، نزيد عليه زوج كيسان تاع فارينا بنفس الكاس اللي عبرت به، انا فقط هنا عبرتهم وفرغتهم في هذو لي ميني بول. الوغ نجيب الفوي، عفوا نزيد ساشي تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام. دائما كي نديروا زوج بيضات نديروا ساشي خميره كيميائيه 10 غرام فوالا، ونا نخلطو مليح بالفوي، مش قش زعما كيما لا جينواز نجيبو لاسباتيل ولا بالملعقه ونبداو من تحت الاسفل باش من تحت الاعلى عفوا باش ما نضيعوش يعني الحجم تاع لا جينواز. هنايا بالعكس تماما خلطي عادي، جيبي الفوي جيبي الفرشيطه يعني كيما تبغي خلطي عادي جدا. هنا البنات جبت هذه السنيوه كو تشوفوا فيها يعني الحجم تاعها كيفاه متوسطه تقريبا يا البنات تكون من 30 على 35 سنتيمتر، ويعني مانيش متاكده ولكن غير نوزنها ان شاء الله يا ربي راح نكتب لكم المقياس تاعها في الاول تعليق ولا ثاني تعليق تلقوا المقياس تاع هذا السنيوه، ولكن على الاغلب يعني تكون 30 على 35 هكذا بالتقريب. اذا دهنتها بشويه تاع الزبده غير شويه، دهنتها من الاعلى يعني دهنتها مليح من الحواف تاع السنيوه، وزدت رشيتها برشه خفيفه تاع فرينه، ونزيد ندير ورق الزبده. ورق الزبده نخليه شويه طالع كيما كنتو تشوفوا مع لا حواف السنيوه هكذا باش كي نجي نرفد الكيكه، لانه بزاف هشيشه يعني اسفنجابل بزاف، لو كان ما يساعدكمش ورق الزبده باش ترفدوها راح تتفتت لكم هكذا البنات. ونسويها غير بشويه باش تجيني على علو واحد، ونكون مشعله الفرن تاعي على 180 درجه يعني نحطها في الرف الاوسط من الاعلى ومن الاسفل، يعني كي نشوفها حمارت مليح من الفوق لازم تحمر البنات مليح من الفوق، ثم طفوا عليها النار من الفوق وخلوها من التحت، طفوا عليها النار من الفوق باش ما تزيدش تنحرق لكم من الفوق، وخلوها شاعله من التحت، زيدوا لها النار من التحت حوالي 5 دقائق ولا 6 دقائق وخرجوها هكذا باش تطيب لكم مليح من التحت، لانه من التحت ما راحش تحمر لكم بزاف، حاولوا باش تزيدوها من 3 دقائق حتى 5 دقائق من التحت وزيدوا لها النار، ومن بعد خرجوها وردوا بالكم عليها هكذا باش ما تنحرق لكمش وفي نفس الوقت تطيب لكم بيان ما تجيكمش معجنه. هذه النصائح تاعي البنات على هذه الكيكه، لانه فيها نقطه يعني كون ما طيبوهاش مليح من الاسفل راهي تقعد لكم معجنه. اذا هكذا البنات نتنقل مباشره للشربات. هنا شدرت يعني الشربات هي كاع الناس يعرفوها، ولكن ما بغيتش نفوتها هكذا على جال البنات المشتركات اللي عندي اللي راهم عاد مبتدئات باش نفيدهم هما ثاني. درت زوج كيسان نفس الكاس اللي عبرت به في البدايه الكيك، درت زوج كيسان تاع ماء وكاس تاع السكر يعني، ودرت شويه رونديلات تعليم زوج ولا لازم ديروا الليم في هذه الكيكه البنات، حبه تعليم قسمتها رونديلات ودرتها معاه، ونديرها فوق النار ونخليها جوست وين يذوب هذاك السكر وتبدا تغلي، نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها ونخليها تبرد وتكون الشربات تاعك واجده. اذا هنا البنات بالنسبه للكريمه، هنا كانت عندي كريمه الزبده كريم او بيغ بذوق الفراوله، كانت عندي من قبل خدمت بها غاتو من قبل وكانت باقيت لي. واش درت فيها هذه الكريمه يعني حنمد لكم المقادير تاعها، كريمة الزبدة يعني هي غنية عن تعريف، ولكن انا زدت فيها سوبر كريم بذوق الفراولة، يعني درت 500 غرام تاع مارغارين، زدت لها 250 غرام تاع سكر رطب، كاس يعني تاع سكر رطب، وزدت لها 250 غرام 200 او 250 غرام على حسب ما تحبوا لا كريم او بيغ ثقيلة ولا خفيفة، اذا تحبوها خفيفة ديروا 250 غرام تاع سوبر كريم ذوق الفراولة، واذا تحبوها ثقيلة ديروا 200 غرام تاع سوبر كريم. قلت لكم كاس تاع سكر رطب 200 او 250 غرام تاع سوبر كريم ذوق الفراولة، و 500 غرام تاع مارغارين تكون باردة وطلعوها مليح بالباتور ولا بالبيترين، وزيدوا لها ذوق الفراولة باتاغوم ذوق الفراولة اللي تعطيكم لون وتعطي نفس الوقت ذوق، ولا لما كانتش عندكم لا باتاغوم ديروا عطر الفراولة زائد ملون احمر حتى تحصلوا على اللون الوردي. هذه قلت لكم لا كريم او بيغ كانت عندي من قبل،
انا هنا كنت خدمتها بزاف ثقيله، شزت لها كما كنتو تشوفوا معايا، طلعت كاس تاع كريم شونتي مع كاس تاع حليب بارد جدا، وخلطتهم مع هذيك لا كريم او بيغ هكا باش تجيني شويه خفيفه ونقدر نخدم بها الكيك تاعي، لا طارت تاعي نقدر نغلفها بها ونحشيها بها ايضا. لهذا زدت لها لا كريم شونتي، وكما نعرفوا ثاني لا كريم او بيغ تجي شويه ثقيله يعني شويه تقهم. الوغ زدت معاها كما قلت لكم الكريم شونتي، ومقادير تاع لا كريم او بيغ راح نكتبهم لكم حبيباتي في صندوق الوصف هكذا، زائد مقادير الكيكه. هنا البنات بعد ما طيبت 3 من الجينواز اللي وريتها لكم تاع الميكسور، شوفوا البنات حمروها مليح من التحت، حمروها مليح من التحت باش ما تجيكمش لا جينواز تاعكم معجنه، لانه طيب درنا بها الماء سخون، سي بور سا لازم تطيبوها مليح. شوفوا البنات كيف حمرتها مليح من التحت ومن الفوق، طيبوها بهذه الطريقه. وكي تجوا تحطوها في المكان اللي راح تخدموا فيه، سطح العمل، بلاطو ولا حاجه، رفدوها بها بالورق تاع الزبده تاعها وقلبوها، ديروا الواجهه تاعها من التحت وقلعوا ورق الزبده هكذا باش ما تتفتت لكمش يا البنات. اذا هنا الشربات تاعي بعد ما طابت وبردت مليح، والكيكه تاعي ايضا راهي بارده، نجيب كيردون نتقبها مليح. على كل حال هي رئيس فنجيه ما تستحقش باش تتقبوها، ولكن انا تقبتها يعني لانه تعودت هكذا نتقب لي جينواز ونتقب هذو لي كيك اللي نشربهم. ونجيب هذا الشربات ونبدا نشرب مليح هاد الكيكه، ايضا تلزمها باش تشرب بيان باش تجيكم خفيفه وتجيكم بنينه. والشربات كما قلت لكم ديروا لها الليم، ديروا لها الليم، لانه هذا الجينواز بالذات تبغي ذوق الليمون يدخل فيها راح يبننها. جاب لي ربي كامل باتيسري، يعني هذا الشيء يبقى اذواق، ولكن انا نبغي شويه ذوق الليم هكذا باش تجيني لا طارت تاعي ما تجيش تقهم، ذاك هذاك الليم راح يخليك يعني تاكلي بلا ما تنقهمي. الوغ شربتها يا البنات مليح مليح، حتى من تمسوها هكا بصبحكم تحسوها بلي شمخت. نجيب لا كريم تاعي اللي خدمتها بمزيج من لا كريم او بيغ ولا كريم شونتي، وراح نغلف بها، راح نحشي بها الكيكه تاعي، وثاني راح نغلفها بها. اذا المقادير اللي مديتهم لكم تاع لا كريم او بيغ زائد كاس تاع كريم شونتي طلعوه مع كاس حليب بارد جدا راح يكفيكم باش تحشو لا طارت وتغلفوها ثاني. اذا هكذا بعد ما شربتها راني نحشي فيها، درت كميه تاع لا كريم تاعي، وراح نزيد الطبقه الثانيه نحطها فوقها. نشوفوا البنات الطبقه الثانيه شوفوا كيفاش تفتت لي، ولكن حاولوا باش تسحفوها يعني انا غير بشويه، وعاودت جمعتها يعني ما تفتتش بزاف ولكن انقسمت لي كي جيت نرفدها. وكي تحطوا الطبقه فوق الطبقه حاولوا باش تضغطوا شويه بليديكم هكذا، باش هكذا ضغطوا هكذا باش الطبقات يندمجوا في من بعضهم، ولا كريم عفوا تدخل في الطبقات والذوق تاعها يندمج في كامل. ومن بعد كي راح تجوا تقسموا لا طارت تاعكم حتجيكم الاذواق تاعها كامل متناغمه، ذوق الليمون مع ذوق الفراوله، يعني يعطيكم واحد الذوق هايل بزاف. الوغ نشربها كالعاده، نكمل نشربها مليح حتى نحسها تشربت بيان، نزيد لها طبقه من الحشو هكذا من لاكريم تاعي، ونزيد الطبقه الثالثه ونضغط عليها باليد تاعي مليح، نضغط عليها هكذا باش يكملوا يندمجوا. البنات هنا درتها انا عاليه، انا فضلت باش تكون عاليه لانه لهذا درت 3 تاع الطبقات، تقدروا ديروا فقط 2 راح تجيكم هايله، 2 طبقات راح تجيكم عاليه ولاباس بها وهايله. انا فقط يعني هذا الكيكه درتها لعيد ميلاد اختي يعني، وكي تعلوها كل ما تعلوها كل ما تجيكم زاكيه يعني تقطعوا مرسو صغير يكفي الفرد واحد. لهذا يعني درت 3 تاع الطبقات هكذا، ونزيد لها لاكريم ثاني من الفوق ونكمل نغلفها. اذا البنات بالمناسبه هذه الكيكه تقدروا ديروها في مول كبير، يعني ديروا ديريكت 4 تاع البيضات وتزحفوا المقادير وديروها في مول دائري كبير وتقسموها مباشره على 2، يعني ايضا راح تجيكم هايله. اذا ونكمل نغلف الكيكه تاعي هكذا بشويه، ونستعين بهذه لاسباتول يعني تساعد بزاف بزاف في تغليف الكيكات هكذا، ونغلفها غير بشويه يعني بالعقل عليكم، وحاولوا تخرجوا يعني هذه المرحله هي المهمه، كل ما تغلفوها بيان يعني كل ما تجيكم لا فينيسيون تاع الكيك تاعكم يجيكم هايل، يعني حاولوا باش تبعوا الابعاد تاع الكيكه تخرجوهم كامل كيف كيف، ما ديروش يعني طبقه عاليه وطبقه هابطه، ديروا كامل كيف كيف ديروهم نيفو يعني باش من بعد كي تجيو تكلاصو الكيك تاعكم وتفينوه ديروا لها فينيسيون تجيكم المنظر تاعه يجيكم يعني هايل.
هكذا البنات راني كملت غلفت الكيكه تاعي بشويه، وكملوا غلفوها يعني هذيك الكميه اللي مديتها لكم تكفيكم باش تغلفوا كامل الكيك تاعكم وتحشوه. يعني شوفوا غلفتها مليح مليح، يعني كي تشوفوها تلاحظوها تحسوها يعني كيف يسموهم توازي المستطيلات ولا مستطيل ليسونسيال، نديرها في الكونجيلاتور مباشره، نحطها في الكونجيلاتور هكذا باش تجمد لي الطبقه تاع لاكريم لاكريم الفوقانيه ونجي نغلاسيها. اذا البنات هنا راني راح نوجد الغلاصاج تاعي ولا الميغوار الكاذب. هنا شدت البنات الشربات اللي كانت باقيت لي، هنا عندي زوج مغارف ونص تاع المايزينا بهذه الملعقه، شوفوا يعني عمروها مليح، ملعقه بيان بومبي، زوج مغارف ونص تاع نشاء ولا لا مايزينا، وعندي خمس مغارف تاع سكر، والسكر من بعد نذوق ولا جاني خاصه نزيد خمس مغارف معمرين. وهنا عندي لاباتاغوم ذوق الفراوله، يعني ذوق ولون في نفس الوقت، اللي ما عندهاش تدير ذوق عطر الفراوله زائد ملون احمر. هنا نحتاج الكاس اللي بدينا فيه في البدايه، وهنا عندي رونديله تاع ليمون. اول حاجه البنات هنايا البنات اللي ما عندهاش الشربه تاعها يعني تكمل لها في الشراب تبدا بالماء مباشره، انا فقط كي كانت باقيه عندي وفيها ذوق الليمون يعني وبنينه، يعني بغيت نبدا بها باش تجيني الذوق تاع الليمون في الكلاصاج تاعي، لازم يجيني ذوق الليمون في الكلاصاج. حتى ولو كان كملت لكم الشربات تبدو بالماء ديروا الماء عادي ولكن زيدوا له الليمون. هنا راح نعبر زوج كيسان، كما شفتوا نحيت الليم ودرت ديك الشربات في الكاس وزدت عمرته ماء ونزيد الكاس الزوج، اذا نحتاج زوج كيسان تاع ماء. توجور الكاس اللي بديتو به كملوا به، درت زوج كيسان معمرين مليح تاع ماء، نرجع هذاك الليمون. البنات اللي ما تبغيش ذوق القارص بزاف تنقص، انا الليمون كما كتشوفوا فيه راه صغير، سي بوغ سا زدت غونديل صغيره، راه صغير يعني وما فيش بزاف العصير ليمون. هنا درت نصف ملعقه تاع لاباتاغوم، اذا احتاجيتي من بعد اللون جاك فاتح زيدي له، نديرو غير شويه ومن بعد نزيدو. درت زوج مغارف ونص تاع نشاء وخمس مغارف تاع سكر عادي، ونخلطهم الكل بارد في بارد قبل ما نديرهم فوق النار، خلطهم مليح بارد في بارد، لانه كون نديرهم فوق النار ولا الماء يكون دافي راح النشاء تاعكم يطيب، لهذا نديرو كل شيء بارد في بارد ونخلطهم بيان هكذا، ومن بعد نديرهم فوق النار. والنار البنات تكون متوسطة وما تكونش زايدة وما تكونش ناقصة بزاف، ونبقى نخلط فيه بالفوي بلا ما نحبس، جيست نحسه سي بون بدا يثقال، ماشي بدا يعقد، جيست نحسهم بدا يثقال، نحبس ونقلع هذاك الليم فيت فيت ونكمل نخلط، لخاطر كون نخليه حتى يبدا يثقال هذاك الليم راح يعرقل يعني العملية وراح يدير لي الكلاصاج تاعي لي كغيمون. الوغ هنا نخليه غير يطلق لي شويه هذاك الذوق تاعه، وكيما قلت لكم غير نحسه باللي يسيبهم بدا يثقال نقلعهم. هنا راح نحصر هذه كيما قلت لكم الليم تاعي راه شويه صغير وما فيش بزاف العصير، اذا كانت الليم تاعكم كبيره ما تكسروش الليم باش ثاني ما يجيكمش الكلاصاج تاعكم قارص بزاف. هكذا على كل حال هذا الكلاصاج يبغي يعني يجي شويه فيه بنت الليمون. هنا راح نتستي ذوق السكر يعني اذا خاصني واذا ما خاصنيش، لانه درت خمس ملاعق كما قلت لكم القاعده هي خمس ملاعق مملوئين هنايا مع الليمون، يعني جاني شويه قارص، زدت له مغرف وربع مام با نص يعني مغرف وربع، ثم درت ست مغارف وربع تاع سكر الوغ ونخلطه. هنايا البنات نحبس كما قلت لكم حسيته بلي سي بون بدا يثقال بدا يدفى الخليط، راح نقلع هذاك الليم ونقلع هذوك يعني هذو الحبيبات هذا العلفه تاع الليم كاع نقلعها، ما نخليش نقلعهم قبل ما يثقال، لانه من بعد راح يجيني وني وما راحش يجيني الخليط تاعي ليس، لو كان نخليهم ويعقد كي نقعد نخلط راح يديرونجوك وما راحش يجي الخليط تاعك ليس. هنا كيما كنت تشوفوا راه مازال الخليط تاعي يعني راه شغل راه غوز غوز كليغ بزاف، ثم من بعد كي كل ما يزيد يحمى كل ما يزيد يغمق اللون تاعك، شغل هذاك النشا يذوب يختفي يزيد يغمق اللون تاعه ويولي شفاف يولي كيما لا ميغوار، يعني هذا هو كلاصاج لا ميغوار الكاذب اولا لا جولي. شوفوا البنات هنا راه بدا الكلاصاج تاعي يغلي، هنا جيست نشوفوه غلا من الجوانب، الغليه الاولى نخلطوه هكذا يعني كي يبدا يغلي نزيدو له زوج دقائق ونطفو النار،
كي نشوفوه يبدا يغلي يدي ويرد هكذا في الجناب، شوفوا نزيد له زوج دقائق ونطفي النار، لانه هو كل ما يبرد كل ما يزيد يجمد، وانا مستحقاش جامد لي بزاف، نستحقه يعني طالق روحه بهنا كلاصي به. شوفوا البنات هنا كي يبدا يغلي هكذا يدير في الفقاعات، يعني زوج دقائق ونطفي. هنا خلاص انا طفيت النار، والكيكه تاعي اللي كانت في المجمد اجبدتها، والكلاصاج هذا بردته درته البنات، حطيت الكسرونه تاعي في طاوه في عفوا في بسيمه فيها ما يعني من الحنفيه، وبقيت نخلط فيه هكا باش ما يجمدليش، بقيت نخلط فيه ما نتوقفش حتى دفى، ما نخلوش يبرد بزاف، لو كان يبرد راح يجمد. كي شتا دفى هكذا كون نديروه سخون فوق لاكريم تاع الكيكه راح يذوبها لنا، والشكل راح يطيح، يعني ما راحش يقعد الشكل تاع الكيكه واقف. يعني قلت لكم حطيت الكسرونه تاعي في باسينه فيها شويه تاع ماء من الحنفيه ما بارد، وبقيت نخلط فيها بالفوي ما حبستش، شو راني ندفي فيه. نظن هذه العمليه سهله وكامل تعرفوها. ورجعت الخليط تاعي، يعني وبديت نصب فوق الكيكه غير بشويه، انا ما درتهاش ضربه واحده باش ما يروحليش غير في جهه، لانه كما كتشوفوا مانيش دايره الشباك، ما كاش كيفاه درت الكيكه باش ما يروحليش في جهه وجهه، لا راني ندير غير بشويه ونكلاسي. شوفوا الشكل تاعي البنات، الشكل تاعها يعني هايل هكذا، يعني وكلاصاج ميغوار، والله غير ميغوار، هايل هايل بالبزاف، وبنين بنين بنين يا البنات، بنين بزاف بزاف. تقدروا ديروه ثاني بذوق الليمون، ديروه بذوق اي ذوق تبغوه ديروه هكذا. هو من بعد كي يبرد، انا راني كلاصي فيه هو يعني دافي شويه، كي يبرد راح يجمد. هنا البنات اللي تبغي تخطه تزيد له يعني خطوط من الشوكولا ولا حاجه، يعني تزيدهم هو هكذا ماشي حتى يجمد هكذا. ونحاول نسرع يعني البنات في العمليه تاع الكلاصاج تاعي، نحاول نخف شويه باش ما يجمدليش، كي يجمد ما راحش يساعدكم. اذا هكذا، وحاولوا تغلفوها كامل، ما تخلو يعني حتى بلاصه ما تغلفوهاش هكذا، راح تعطيكم شكل باهي وايضا ذوق بزاف هايل للكيكات تاعنا. اذا هنا راني كملت كلاصيت كامل الكيكه تاعي، شوف كيف خرجت هايله، ومسحت هذوك الجوانب يعني اللي راحوا لي في الجناب امسحتهم. وهنا لازم تخلوها تبات وتجمد مليح، يعني ماشي شرط بات، من الصباح حتى الحشيه ولا ليسونسيال لازم الكلاصاج يجمد ويشد روحها بيان، باش نجو نديروا لها لا ديكوراسيون ولا الفينيسيون. هنايا البنات عندي كريم شونتي، يعني البنات هنا عموما تزين زينو بواش كان عندكم. انا هنا طلعت كاس تاع كريم شونتي مع كاس حليب بارد، يعني وبقى لي منها طلعوا غير شويه لانه ما تحتاجوهاش بزاف، ونستعملوا هذو لي دوي. هذا يخرج لكم ورده، هذا الدوي لكم تشوفوا فيه خرج لكم ورده مباشره، وكاين هذا فاني يخرج لكم شكل مموج شباب بزاف، وكاين هذا تاع الورق. يعني انا البنات هنا حطيت كل شيء قدامي، وفي هذه المرحله ما كنتش عارفه روحي كي غادي نديكوري، يعني حطيت صوالحي وجبت الكيكه تاعي، ومن بعد قعدت نحط بالحاجه بالحاجه حتى وين وصلت للشكل اللي راني باغيته. الوغ هنا البنات هذه لابوش اللي تبغوا الشكل تاع يعني تاع الكريم شونتي يجي مموج بالبلون بالغوز، نجيبوا هذا الملون الاحمر اللي هو لاباتاغون فيه ذوق الفراوله، وتمسحوا لابوش دوك نوري لكم من بعد، يخرج لكم الشكل مموج في الكريمه تاعكم. بالنسبه لهذا القلوب هذو حطيت مكسرات واش كان عندك، انا حطيت شويه لوز، حبه لوز قسمتها الى نصف، حبه بندق ولا زوج فاني قسمتها الى نصف، انصاف تاع كاوكاو ستفتهم في هذا المول، وصبيت عليهم فيجيكا وبيضاء ما زدت لها حتى حاجه، ودرتهم جمدو. نتحصلوا على هذه الاشكال وديروها في الليمول اللي تبغوه، اي مول تبغوه. تقدروا ثاني ديروه بالحلقوم ماشي بالمكسرات، انا فضلت هكا بالمكسرات يعني. وهذا القلوبات خدمتهم باش نزين بهم، وخدمت ايضا هذا القطع من الشوكولاته درتهم في الليمول هذو تاع لي كوفر تاع سيليكون بيان سور، ودرت نص ابيض ونص وردي وخلطتهم هكا مع بعض، تحصلت على هذا اللون شباب. شوف كيفاه خدمت زوج هذا باش نزين بهم. كما قلت لكم في هذه المرحله يعني كنت مجده صوالحي بصح ما كنتش عارفه كي راني حانديكوري. هنا ايضا خدمت هذو لي بول دو نيج، خدمتهم بنواط كوكو، يعني جبت نواط كوكو وجبت سوبر كريم ذوق الليمون، جمعتهم بسوبر كريم ذوق الليمون ومغرف تاع شوكولا بلون، ومن بعد لميتهم بيان حتى حصلت على عجينه.
اللي تبغي تحشيهم بنيوتيلا ولا بشوكولا اوبتيلا ولا باي حاجه، وزدت غطستهم في الشوكولا بلون وزدت رمدتهم في الفلانوات كوكو، ودرت لهم من الفوق الورق الذهبي، وهذوك لي بوج اللي شفتوهم يعني التزيين يبقى بواش كان عندك، راح تلاحظوا كيفاش انا زينتها. يعني احتمت بزاف على الشوكولا البيضاء كما شفتوا شكلتها في القلوب، شكلتها يعني هايله. وحتى لي بول دو نيج البنات كريات رافايلو يعني عندهم شكل بزاف شباب، تبغوا تزينوا بهم لي طاخت تخدموهم سهلين. اللي ما يكونش عندها سوبر كريم ذوق الليمون تقدر تجمعهم غير بالشوكولاته بيضاء او الحليب، دير مغرف ولا زوج تاع شوكولاته بيضاء وتزيد الحليب وتبدا تجمع فيهم، ايضا يجوا هايلين. شفتوا البنات كيفاش مسحت لابوش بالملون الاحمر لما كانش عندكم لاباط اغوم؟ انا مسحتهم بلاباط اغوم هكذا، وكيما كنت تشوفوها هكذا. وبعد كي تعمروا لا كريم بيضاء راح كي تخرجوا لي غوزاس يخرجوا لكم بلون بالغوز هكذا. هنا البنات انا خليت الكيكه تاعي باتت ليله في الفريجيدر، حكمت روحها مليح هذاك الكلاصاج، وثاني لازم لها ترتاح باش كي تقسموها تكون الطبقات تاعها مع لاك يتناغموا ويجي ذوق تاع الكيكه، يعني يجوا الاذواق كامل هايلين مع بعض. وهنا يا البنات جبت لاكريم بعد ما عمرتها في لابوش، هنا عمرتها في لابوش اللي دير الوردات، ومن بعد بدلت درت هذو لي غوزاس. كما قلت لكم كنت مترده، ما كنتش عارفه يعني ما كنتش دايره ديكور معين في راسي، يعني بديت غير نخدم حتى خرجت هذا الشكل. كما شفتوا هنا درت قاعد لي غوزاس صغيرين، كل ما تصغروا لي غوزاس يجيكم الشكل باهي. درتهم في الحواف تاع الكيكه ودرتهم في الجناب. اذا وكملت بهذيك قطع الشوكولاته اللي خدمتهم، كملت زينت وبلي بول دو نيج يعني حتى تحصلت على هذا الشكل. اذا البنات هذه هي الكيكه اللي خدمتها معكم، وهذو القلوب ايضا هذه حلوه شريت يعني ساميل 5000 كفاتني وبقات لي، يعني درت غير شويه كما كنت تشوفوش. هي تجي مع بعض، تجي بيضاء بالغوز ولا تجي بيضاء بالغوكوج ولا تجي بيضاء بالموف كيما تبغوا. انا شريتها بلون بالغوز، شريت كميه على حساب 5000 50 دينار وزينت بها، يعني كفاتني على حساب كاع الكيكه. وهذا هو النتيجه البنات، كيكه رائعه ان طخت من اروع ما يكون وسهله كما شفتوا. لا جينواز اسهل منها ما كانش يعني، والله غير سهله مهله وطريقه العمل فاسيل، وما كان حتى وحده تقول ما تنجحش معايا هذه لا جينواز، يعني من اسهل ما يكون. غير جربوها وما راحش تندموا كما قلت لكم، تقدروا ديروها صغيره تقدروا ديروها كبيره، تقدروا تضعفوا المقادير، تقدروا ديروا زوج طبقات، تقدروا كيما تبغوا. وبالنسبه فاني لكلاصاج ميغواغ الكاذب هايل وبنين، اكد لكم على البنه يعني ماشي غير الشكل، انا توجور ناكد على البنه كيما قلت لكم، الشكل ما يهمش كيما لوغو، يعني البنه هايله بالبزاف رائعه مع ذوق الليمون مع ذوق الفراوله، واحد التناغم في الاذواق هايل. وفي الاخير حبيباتي ومشتركاتي، ان شاء الله يا ربي عجبتكم الكيكه تاع اليوم، وعجبتكم طريقه تزيين، وعجبتكم طريقه تاع لكلاصاج ميغواغ الكاذبة بيان سيغ. وان شاء الله تجربوها وتدعوا لي ومتأكدة راح تعجبكم. وهذا الشكل تاعها من الداخل بعد ما قسمتها، يعني تقدروا ديروا زوج طبقات، تقدروا ديروا ثلاثة، يعني اللي ديرها لوليداتها نصحها دير فقط زوج طبقات لانها تجي كبيرة بالبزاف. يعني وليت تبغي تستبدل لاكريم او بيغ ديرها بالكريم شانتي فقط وتزيد لها ذوق الفراوله، ايضا تجيها هايله وتجيها خفيفه كما شفتوا. انا كانت عندي كريمة الزبده سي بوغ سا خدمت بها. وليت تبغي دير كريم شانتي ديرها تخرج لها ثاني بنينه وهايله. وهذا الشكل تاعها بعد ما قسمتها كتشوفوا فيها باينه مشربه وبنينه، تقدروا ثاني ديروها بذوق الشوكولات. ان شاء الله يا ربي تجربوها حبيباتي، وننتظر يعني تعليقاتكم تقولوا لي كيفاش جاتكم ان شاء الله يا ربي. وما تنساوش ثاني تدخلوا عند صديقتي مطبخ ام صلاح الالجيريان وتشوفوا الكيكه اللي وجدت لكم هي. وفي الاخير الزينات ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. البنات اللي دخلتوا جدد مرحبا بكم، غاليتي اخواتي واحبتي، ان شاء الله اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وفي الاخير استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.